السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صرح اللاعب الجديد في صفوف نادي مانشستر سيتي هالاند بعد نهاية اللقاء البارحة قائلا: كما كان متوقعا، رأينا الإمكانات المحتملة ضد بايرن ميونخ في فترة ما قبل الموسم، وكان ذلك قليلا أمام ليفربول. سيأتي الأمر مع المباريات، وكان يجب أن يكون أكثر اليوم. كما تابع هالاند حديثه قائلا: كان من الممكن أن أسجل هاتريك، من المؤسف أنني لم أفعل ذلك، كانت هناك بعض الاحتفالات الجيدة لذلك أنا سعيد. من الجيد أن والدي رأى الهدفين في المدرجات، لأنها لحظة كبيرة بالنسبة لي كوني مبتدئ في هذه البطولة. وتأسف هالاند لعدم مشاركة رياض محرز في اللقاء لوقت طويل، حيث قال: السيتي لديها من يصنع فرص سامحة للتهديف أكثر، ولكنهم في دكة البدلاء.